للمزيد حول القصف الصهيوني على كل من جنوب حلب وجنوبي لبنان ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد حاتم الراوي. أهلا بك سيد حاتم. بداية، قصف جديد من قبل قوات الاحتلال الصهيوني على سوريا ينضم إلى مئات سابقة عليها. الجديد اليوم أن القصف على جنوبي حلب، ما الأهداف التي طالها القصف الصهيوني في جنوبي حلب؟ تفضل. سلامي لك أستاذي الكريم، وكل عام وأنتم والسادة المشاهدين بخير. الحقيقة أنه تغيرت وتيرة القصف أو نوعيته، القصف الإسرائيلي منذ يعني بحدود شهر، عندما عززت القوات الروسية وجودها في مدينة البوكمال ومحيطها، ومن جملة المحيط هو معبر القائم الوحيد، القائم البوكمال، وهو المعبر الوحيد الذي تستخدمه إيران بين العراق وسوريا، أو المتاح لها بالأحرى. أما بالنسبة للقصف الذي حصل ليلة البارحة، فمعامل الدفاع الموجودة في سفيرة، هذه سيطرت عليها لفترة داعش وسلمتها لميليشيات إيران، ميليشيات إيران طبعا والنظام. والمنطقة تقع على طريق دير الزور حلب بعد الرقة باتجاه حلب، يعني أقرب إلى حلب منها إلى الرقة، على الضفة اليمنى لنهر الفرات. هذه المعامل هي بالأصل معامل الدفاع السورية، حولتها أو استخدمتها الميليشيات الإيرانية لتصنيع صواريخ قصيرة المدى ومتوسطة المدى، والمراقبة دقيقة من قبل إسرائيل، حيث أنه لم تتمكن إيران من استخراج ما صنعته لأكثر من مرة، وهذه ليست المرة الأولى التي تضرب فيها معامل سفيرة جنوب حلب. نعم سيد حاتم، هذا القصف الذي استهدف الميليشيات الإيرانية يتزامن مع تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية كما تعلم. إلى أي مدى ترى أن الأدوار تتكامل بين واشنطن وتل أبيب؟ يا سيدي، المفاوضات الأمريكية الإيرانية كلمة تثير الضحك حقيقة. أمريكا تسخر، أمريكا وإسرائيل طبعاً، تسخران إيران وتسخران روسيا وتسخران النظام السوري لإفشاء الفوضى وإشاعتها في المنطقة. لذلك أمريكا تناور مع إيران وتطيل بالها عليها في سبيل استمرار استخدامها كأداة لهذه الفوضى التي تريدها أمريكا. وإلى متى؟ لا أحد يعرف متى يعني تقول أمريكا أنها قد انتهت من الفوضى لتنتقل إلى مرحلة أخرى من الشرق الأوسط. نعم سيد حاتم، يعني القصف الصهيوني على جنوبي حلب صاحبه أيضا قصف على جنوبي لبنان، ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة. السؤال هنا، ما الذي تريده الميليشيات الموالية لإيران من هذا القصف تحديدا في هذا التوقيت؟ طبعا إيران يعني تعلن أنها مقاومة ومانعة، وهي تريد أن تري شارعها سواء كان في الضاحية الجنوبية في لبنان أو في الشارع الإيراني أنها تقاوم إسرائيل وتضربها وإلى آخره. لكن حقيقة ما يجري ونراه عيانا أن إيران وما يتبع لإيران، كل ما يتبع لإيران، هي عبارة عن عملية بث الفوضى وخلط الأوراق أينما وجدت. فما إطلاق صاروخين قصيرة المدى على إسرائيل، أو قذيفتين هي بالأحرى ليست صاروخين، على إسرائيل إلا لإثارة الضجة في هذا المكان وخلط الأوراق. نعم. في سؤالي الأخير إليك سيادة العقيد حاتم الراوي، يعني إلى أي مدى ترى أن الرد يمكن أن يتكرر خلال الأيام القادمة؟ وهل غيرت واشنطن مواقفها تجاه إيران وميليشياتها في المنطقة؟ تفضل. بعد دخول روسيا بهذا الزخم الذي دخلت فيه وسيطرتها على مدينة البوكمال، تحولت إيران في المنطقة، يعني كان من المتوقع أن تكرر إيران ضربها إلى الضفة اليسرى لنهر الفرات كمنشآت النفط وتواجد بعض العناصر الأمريكية فيها. أما الآن فالميليشيات الإيرانية في هذه المنطقة ضعيفة جدا،
وهذه هي المنطقة الوحيدة التي تستطيع إيران أن تقوم بشيء ضد التواجد الأمريكي في المنطقة. الخبير العسكري السوري حاتم العقيد حاتم الراوي كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.